السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا جماعة في الفيديو ده هنتكلم على الدايركت كارنت فولتميتر، الفولتميتر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في تشابتر 1 اللي هو بيقيس البوتنشال ديفرنس. فاحنا عارفين كده ان الفولتميتر هو ديفايس بيقيس البوتنشال ديفرنس، وكمان زي ما قلنا قبل كده ان هو عبارة عن جالفانومتر حصل له موديفيكيشن. فانا هجيب الجالفانومتر واحوله لفولتميتر وعايزين نشوف الموضوع ده هيتم ازاي. وطبعا هو دايركت كارنت ان هو بيقيس او شغال على الدي سي كارنت بس. فاحنا قلنا ان انا عندي كل الديفايسز او الانسترومنت عندي اللي بعمل بها ميجرنج في الشابتر ده اللي هو الجالفانومتر والاميتر والفولتميتر والاميتر كلهم بي تي سي كارنت، عشان خاطر ما بيزد اون تورك، فالتورك محتاج دايركت كارنت او كارنت فيكسد في الدايركشن اند ماجنتيود. دي البوينتس اللي هنتكلم فيها في الفيديو ان شاء الله، الديفاين واليوزز والايديا والكونستراكشن بتاعت الديفايس زي ما اتكلمنا قبل كده في الجالفانومتر والاميتر. وهنتكلم على حاجه اسمها مالتي بلاير ريزيستنس، ان احنا قلنا الفولتميتر عباره عن جالفانومتر وحولته وعملت عليه موديفيكيشن وحولته فولتميتر، فحوله من خلال ريزيستنس اسمها مالتي بلاير ريزيستنس اللي هي الار ام، وهنتكلم فيها ازاي. وعندنا بروف ان انا احسب الار ام والسنسيتيفيتي بتاعت الفولتميتر. طب مبدئيا كده عايزين نتكلم على الديفاين. احنا قلنا من خلال الديفاين انا بتكلم على اليوز بتاعته و الايديا والكونستراكشن. فانا عندي الديفاين هو ديفايس يوزد تو ميجر، ممكن اقول له ميجر البوتنشال ديفرنس او الفولتج، تمام كده. وده اند it based on التورك او الكابل، تمام. البوتنشال ديفرنس او فولتج يا جماعه بتاع الدي سي زي ما احنا قلنا، وده عباره عن جالفانومتر، تمام كده. هعمل له موديفيكيشن، الموديفيكيشن اللي هتم عندي زي ما قلنا ان انا هحط له ريزيستنس اسمها ملتي بلاير، فدي كونكتد الجالفانومتر ده كونكتد تو بيج ريزيستنس ان سيريز اللي هي مالتي بلاير ريزيستنس عندي. طيب ده كده الديفاين بتاعه. طب ايه الفانكشن او اليوزز بتاعته؟ برضو الفانكشن او اليوزز من خلال الديفاين عندي، اليوزز عندي بقول له الجهاز ده يوزد تو ميجر البوتنشال ديفرنس. طيب ايه بقى الايديا؟ الايديا عندي برضو هو قلناها كتير خلاص بقى، بيزد اون تورك. الجالفانومتر يا جماعه والاميتر والفولتميتر والاميتر هما الاربعه بيزد اون ايه؟ تورك. التورك عندي ان انا كنا نجيب كويل بنحطه بين البولز اوف ماجنت وبيعدي فيه كرنت، فالكويل يبتدي يتحرك، تمام. والكونستراكشن زي ما قلنا دلوقتي هيتكون من ايه بقى؟ ان احنا هنجيب جالفانومتر. طبعا احنا عارفين الجالفانومتر ده بيقيس ويك كرنت وهيبقى ليه فولتج صغيره اللي هو الاي جي، وليه ريزيستنس اللي هي الار جي، وهنحط له بيج ريزيستنس اللي احنا قلنا هنسميها الار ام اللي هي المالتي بلاير ريزيستنس، ودي هتتوصل ان ايه؟ ان سيريز. طب فبالشكل ده ان انا كده يعتبر انا حولته لجالفانومتر، سوري لفولتميتر. كمان ان انا هعمل ايه؟ هعمل كاليبريت السكيل، هبتدي اظبط السكيل بتاعه وهنشوف الكلام ده ازاي. تعالوا نشوف كده الكونستراكشن هتتم ازاي. لما اجي اتكلم على الكونستراكشن بتاعت الجهاز لازم الاول بس نفهم احنا عارفين الغرض منه ان انا اجيب هاي فولتج، تمام كده. واحنا قلنا في الكونستراكشن ان انا هجيب جالفانومتر، تمام. طب تعالوا كده الجالفانومتر شكله عامل كده، قلنا بنجيب بولز يبقى كونكيف بولز، ده النورث وده الساوث، وبنجيب سلندر من السوفت اير، ده الشكل بتاعها. كاننا بنبص من الفوق كده بنبص ابورد، بجيب الشكل ده وده الكويل بتاعي. طبعا ده الكويل ده ليه ريزيستنس اللي احنا قلنا هنسميها الار جي، وطبعا هنا في كارنت هيعدي اللي هو السمول كارنت او الليك كارنت ده الاي جي اللي هيعدي جوه الكويل، تمام. انا عايز احوله لمين؟ احوله للفولتميتر. فانت قلت لي هنحط ار ام
بس تبقى بيج، تمام كده، وهتبقى سيريس اللي هي مالتيبلاي ريزيستنس. فهعملها له بالشكل ده اهو، هجيب له ار ام بالشكل ده. خلي بالك ان الكرنت اي جي هيعدي هنا، ده الاي جي، تمام، هو اللي هيعدي هنا بما انهم هم ايه سيريس. بالشكل ده الجهاز عندي اتحول ليه فولت ميتر، وكمان هلاقي السكيل عندي هيبتدي يتغير. هنا الزيرو بتاع الجرانتر كان في النص، كان في الميد بوينت، هنا هخلي زيرو ناحيه الليفت عشان خاطر انا مش محتاج احدد دايركشن، في نفس الوقت اقدر اعدل او ازود في الرينج اللي انا محتاج ايه، محتاج اقيسه. فالبوينتر عندي هيبقى زيرو عندي من ناحيه ايه، من ناحيه الليفت. طيب انت عايز تحط بيج ريزيستنس، عايز تحط بيج ريزيستنس ليه؟ انت محتاج تزود الفولت، يبقى هاي فولت. طب الهاي فولت ده ما انت عارف ان اي فولت بيساوي اي ار، الكرنت انتنس تايمز ريزيستنس، فالفولت هنا دايركت مع ريزيستنس. طب انت كده عندك في ار جي سيريس مع الار ام، الاثنين دول كده هيدوني مع بعض فولت ميتر. فده معناه ايه؟ معناه ان انت حطيت ملتيبلاي ريزيستنس كبيره عشان تزود الار بتاعه الفولتميتر اللي هي بتساوي السمشن بتاعه الاثنين، فكده الفولت اللي انت هتقدر تقيسه هيبتدي يحصل له انكريز، تمام. طب ده معناه ايه؟ معناه لما انا اجي اقول ايه الديفاين اوف ملتيبلاي ريزيستنس اللي هي الار ام، بقول له كده بصوا دي عباره عن it is big resistance، resistance كبيره connected in series. بصوا يا شباب انا محتاج ابقى مركز ان هي big resistance غير الشنط طبعا small، وكمان connected in series غير الشنط parallel، فابقى عارف الفرق ما بينهم. دي big resistance connected in series to coil of galvanometer، تمام كده، to convert it into voltmeter measure high voltage، هيقيس فولت عالي. دي كده الفكره بتاع او الديفاين بتاع المالتيبل. خلي بالك من خلال الديفاين احنا اتكلمنا على الفاليو بتاع الريزيستنس دي بيج ريزيستنس، وطريقه التوصيل او ميثود اوف كونكشن للجالفانومتر دي سيريس، وكمان الفانكشن بتاعتها او اليوز بتاعتها اللي هي كونفيرت ات تو فولتميتر يقيس هاي ايه؟ هاي فولتج. طب الملتيبلاي ريزيستنس دي عشان تتحط بتحط كده وخلاص ولا ليها فاليو معين؟ لا دي بيبقى ليها فاليو معين وليها بروف. بس قبل ما اقول بس الفكره او البروف بتاعها او ازاي نحسبها، عايز اوصلها لك بشكل بسيط. هفترض ان انا عندي جالفانومتر، تمام كده، الجالفانومتر ده قلنا بيقيس كرنت ويك كرنت اللي هو مثلا الاي جي، فالاي جي اللي يقدر يقيسها بشكل مثلا الماكسيم كرنت سي مثلا هو المايكرو امبير. طبعا احنا بنقيس الويك كرنت، فهنا المايكرو تايمز 10 بار 6 عشان نحول الامبير، وده ليه ريزيستنس الار جي اللي هي الريزيستنس بتاعت الكويل بتاعته اللي احنا قلناها هنا دي، تمام، دي ايكوالز سي مثلا 10 اوم. انت عايز تحول ده لفولتميتر، طب عايز تحوله لفولتميتر ليه؟ عشان يقيس لي هاي فولتج. طب ليه؟ ما هو الفولتج بتاع ده سمول فولتج اللي هو الفي جي، وده اي جي ار جي، يعني 1 تايمز 10 بار نيجاتيف 6 تايمز 10 اللي هي الار جي. طب ده رقم صغير جدا اللي هو 10 بار نيجاتيف 5 فولت، انت عايز تحوله لفولتميتر عشان يقيس هاي فولت. فمثلا انا قلت لك الجرامتر عايز احوله لفولتميتر يقيس هاي فولتج ب 5 فولت مثلا، ده رقم كبير جدا، تمام. فانت محتاج تحط له ملتبلاير سيريس تتوصل بدي. طب دي بتتحسب ازاي؟ تعال بقى نشوف البروف بتاعها عشان نتكلم على ازاي بنحسبها ونشوف الرول عندي هيبقى شكله عامل ازاي. فانا كده عندي بروف تو ميجر الملتيبلاير ريزيستنس اللي هي الار ام. في البروف عندي برسم له كده، هفترض مثلا ان انا عندي ادي الار جي اللي هو الجالفانومتر، وداخل له current IG، انت هتوصله series بملتبلاير resistance. طبعا هيخش نفس الكرنت اللي هو الاي جي، عايز تكتبه اي ام ماشي، بس انا بفضل نكتبها اي جي. خلي بالك الاول الجالفانومتر قبل ما نوصل الملتبلاير ريزيستنس كان بيقيس فولت، تمام، الفولت اللي هو بيقيسه اللي هو الفي جي ده ايكوالز اي جي ار جي. طب انا رحت حاطط ملتبلاير، الملتبلاير هي كمان كده زودت الفولت عندي، بقى في فولت هنا جزء تاني اللي هو الفي ام،
اللي هو ايكوالز اي جي ار ام. خلي بالك دول متوصلين مع بعض سيريس. سيريس يعني ايه؟ سيريس يعني لما اجي اجيب الفولت التوتال بتاعتهم هما كده خلاص بقى فولتميتر، فهاجي اجيب الفولت التوتال، الفولت التوتال عندي اللي هو كده كون الجالفانو متوصل بالمتبلاير بقى ريزيستنس، فالفولت ده هيبقى الفولت التوتال بتاع الفولتميتر نفسه بقى، تحول لفولتميتر، هيساوي السمشن هو الفي جي بلس الفي ام، ان احنا عارفين هما سيريس، وفي السيريس احنا بنعمل سمشن دي الفولت. طب فاحنا كده بنقول له كده ان الار جي سيريس تو الار ام، فمعناها كده ان الفي توتال عندي هتساوي الفي جي بلس الفي ام. طب هنودي الفي جي دي الناحيه الثانيه بالماينس عشان الفي ام تبقى لوحدها، فالفي ام ايكوالز في ماينس في جي، صح كده؟ طب الفي ام اي جي ار ام اللي هي ملتبلاير ايكوال في ماينس الفي جي، انت عايز الار ام لوحدها، هنجيب الفي جي تحت ديفايد، تبقى الار ام عندي ايكوالز في ماينس في جي اوفر الاي جي. وما تنساش طبعا ان هنا دي الفي جي هي اي جي ار جي. كده انا قدرت احسب له مين؟ الملتبلاير ريزيستنس، تمام؟ طبعا ما تنساش كده لو انا عايز اقول لك مين هي الار بتاعه الفولتميتر، الفولتميتر كله بقى دي ار جي بلس الار ام. طب مين اكبر، الار ام ولا الار فولتميتر؟ لا الار ام دي كانت ار لوحديها متوصله سيريس مع ار ثانيه، فالفولتميتر هو السمشن بتاع الاثنين، فتبقى ار فولت جريتر ذان ار ملتبلاير، فهنا الريشيو بتوين الار ملتبلاير على الار فولتج تطلع لي ذان 1، ان فوق دي هي الصغيره، تمام؟ وطبعا هنا الفي ملتبلاير اوفر الفي فولت اللي هو الفولتميتر هي الفي توتال، يعني برضه هتبقى ليه زان 1، ان الفي فولتج اللي هي بتاعت الفولتميتر اللي هي الفي توتال ايكوالز الفي جي بلس الفي اما، عشان دول حاله ايه؟ حاله سيريس. طب يبقى انا كده اثبتت وعملت بروف للملتبلاير ريزيستنس بتتحسب ازاي؟ طيب تعالى كده في هنا سؤال